سعداء جدا من خلال الفقرة الحالية يكون معنا الحاصل على الجائزة الأولى في التصوير الفوتوغرافي في مهرجان الخرطوم الدولي لسينما الموبايل. أهلا ومرحبا بك مصعب إدريس، ومبارك عليك الهدية والجائزة. مرحبتين، الله يبارك فيك. كيف عامل؟ تمام؟ تمام الحمد لله. أول حاجة عرفنا على مصعب. مصعب إدريس أحمد من ولاية كسلة حلفة الجديدة القرية 8، بدرس الرباط الوطني المستوى الثالث. تقرأ شنو؟ إعلام؟ علوم حاسوب. علوم حاسوب. متين مصعب حاسة يا أخي؟ والله أنا ممكن أصور، يعني ما كلنا شايلين تلفونات وبنصور يعني، لكن بتبقى فكرة كل زول إحساسه مع الصورة بالتقطة بتختلف يعني. لا تقريبا من 2019 بديت أصور بالتلفون طوال، يعني كل حاجة أشوفها بحتاج مرات أصورها وكذا، بخليها إنه يكون يعني قاعد تكون شغف كده انه انا اشتغل اصور بالتليفون وكده. يعني انت بعد ذاك مثلا طورت نفسك، قريت انه اسهل ان الصوره المعينه عندها زاويه معينه المفروض انها تتاخذ، الاضاءه كيف شكلها والتفاصيل دي. قريت كثير عن التصوير والكاميرات، وهو اشتغلت بالتليفون وبالكاميرات، شاركت في مسابقات كثيره وفي معارض برضه، فبقى يعني هواية وشغف. وكل هواية وشغف بالنسبة لك، والخلاك تشترك في مهرجان الخرطوم الدولي لسينما الموبايل شنو؟ والله لقيت انه دي يعني فرصة انه الزول يشارك وشارك. شاركت من باب المشاركة ولا شاركت انت حاسس انه انت حتفوز؟ حتفوز. قلت الزول يشارك احتمال الشغلة تزبط. وفعلا زبطت الحمد لله. الحمد لله. طيب انت عرفت اصلا المهرجان كيف يعني؟ والله هو كنا قاعدين نتونس معانا الشباب في قاعده في جبنه، لقينا اللينك، ها يا شباب نشارك نشارك نشارك. اي زول خدت ثلاثه صور كده نختار بيناتهم. انا اخترت الصوره وشاركنا. هو انت شاركت طبعا، واول صوره انت فزت بها هي صوره ملتقطه من ميدان المولد. ايوه. الصوره كانت 200 اخذتها. الصوره كانت 2021 المولد اللي فات. 2021. انت عموما النوع اللي بتمشي اي مكان بتحس بتحاول تنقل الاحساس، ولا مرات لا انت بتصور على حسب ما يطلب منك يعني؟ والله انا بصور على احساسي يعني، اي حته انا حسيت انه انا لازم اصورها بصورها يعني. بتصورها. وليه حسيت انه يا اخي والله دي الصوره المناسبه انك تشارك بها؟ والله يا اخي الصوره ذاتها انا لما صورتها لقيت انه يعني الخطوط بتاعت الخيمة اللي ماشية لفوق، والناس اللي قاعدين يصلوا تحت، والزول اللي قاعد منبطح في الصورة، والخطوط القيادية للصورة، فقلت إنه دي الصورة المناسبة لأنه بتدي كم إحساس المولد والناس بتصلي وكذا. هي ما كانت في شروط يعني للاشتراك في الصورة، كانت أي صورة يعني، ما كان في شروط معينة أو في موضوع معين. الشروط الأساسية إنه تكون مصورة بالتليفون. إنها تكون مصورة بالتليفون. ما في شروط تانية. جميل. ودي لحظة التكريم. ايوه دي صوره اول حاجه خلي الناس تشوفها. كم ميدان المولد حقيقته؟ حوش الخليفه ام درمان. حوش الخليفه ام درمان. انت الصوره دي اخذتها كيف؟ والله لو حكيت لك زاد الصوره دي. كنت يعني قاعد احسن زول راقد كده، كنت شايل لي تليفون يعني ما في كاميرته بايظه عادي، لقيت واحد من الشباب اللي هو التحيه من هنا عنده تليفون سامسونج 71 كان الزمن ذاك كاميرته ظابطه. ما بعرفه، قلت له يا اخي ممكن اشيل تليفونك ده صوره بصوره؟ قال لي تفضل. شلت التليفون اهو، صورت الصوره بكم زاويه كده، شلتهم حاولتهم منه بالشير والتليجرام، خليتهم قلت قعدات للزمن. وياهو هسه خلاص جيب التليفون انت. يلا احكي لنا عن لحظه التكريم يعني. في اليوم ذاك ما انت اصلا لما شاركت من باب المشاركه يعني. ايوه. فلما جو وتم يعني اختيار مصعب إدريس انه هو الفائز بالجائزة الأولى للتصوير الفوتوغرافي، احكي لنا الإحساس يعني. لا يا أخي الإحساس كان ما بتوصف كده، شعور سمح شديد يعني. بالنسبة لك ده دافع شديد. جديد صح؟ شديد. دافع شديد. دافع اللي واصل يعني في التصوير وطور من نفسه، يقدر يشارك ذاته في المنصات العالمية ويفوز بجائزة عالمية. يفوز بجائزة عالمية إن شاء الله يا رب. طب أنت قبليها قبل شوية قلت لي إنه دي ما كانت أول مشاركة، شاركت قبل كده وبرضو كان حصلت على الجائزة الأولى. أيوة. شاركت كان في جامعة الأحفاد، عندهم مسابقة اسمها كادر أخضر. كادر أخضر. أيوة. شاركت. تهتم بالزراعة وكده؟ أي إنه يكون بالزراعة، اسمه تقريبا ما متأكد من اسم، يسموه أبو الغابات عندهم في الأحفاد هناك. هو برضو لقيت اللينك شاركته من باب المشارك، وبرضو يعني ظبطت، وبرضو كان الصورة حصلت على المركز الأول. يعني. طيب
طيب اي زول هسه حاليا بقى شايل تلفون يعني بقى بصور، فبتبقى فكرة انك احساسك مع الصورة وانك قادر تفهم انه يا تزاوية هي مناسبة ويا توقت مناسب. يلا دي بتعتمد على انه ذاته تكون قاري الحاجة، يعني ما تعرف الزاوية المناسبة للصورة، تعرف متى انت تصور الصورة، ما بس كده طوال بتصور الصورة. طيب ورينا يعني مصعب عنده حس كمية كبيرة ممكن تكون من الصور اللي هو ملتقطها. والله في كمية كبيرة، لكن برضو حصل لي كم مشكلة. كان سافرت تقريبا 9 ولايات سافرت صورتها. ممتاز. أنا الزور اللي بيجمع القروش عشان أسافر، ما عشان أعمل بها، عشان أسافر حتة جديدة أصور فيها. فكان حصل لي مشكلة إنه الداتا بتاعتي ضاعت. ففقدت كمية كبيرة، هسي تاني حابب أرجع أصور تاني من جديد. يا نوع صورة أنت يعني بتحس إنها دي بتشبهك يعني أو بحاجة؟ أكثر حاجة بميل لتصوير الملامح السودانية، البورتريه وحياة الشارع السوداني، واللاندسكيب الطبيعة. طيب دي برضو من تصويرك؟ دي في مكافأة هي مكان ولا شنو؟ دي في المولد برضو. في المولد برضو؟ أيوة. ده كله بتلفون الزول؟ لا دي بكاميرا. دي بكاميرا. دي بكاميرا؟ أيوة. تمام. طيب برضو دي صورة دي كان وين؟ كانت ولاية؟ دي في ولاية القضارف. في ولاية القضارف. أيوة خريف 21. وبالتلفون كانت؟ لا كاميرا. دي كانت بكاميرا. دي برضو كاميرا. دي وين كانت؟ في غابة الصنط. في غابة الصنط. لما أنت سافر ودي وين؟ دي في الفاو. في الفاو. بتسافر براك ولا بالنسبة لك إنه السفر هو فرصة لك براك كده عشان تقدر تختار بمزاجك؟ لا بسافر يعني ما هو زي ما قلت لك انه بكون داير اسافر عشان اعمل حاجه او عشان اصور فكده يعني. طب الصور حقتك اللي انت خلاص مشيت وسافرت والتقطتها ووثقت للملامح السودانيه والارث السوداني، وين الناس بتقدر تشوف يعني صور مصعب يعني؟ والله في السوشيال ميديا وفي الانستغرام وفي وسائل التواصل. دي الصوره الفستبيه حقت ابوك. أيوة. صح؟ ده والدك اللي قبل شويه الفستبيها كانت في جامعة الأحفاد صح؟ أيوه يا هزات. جميل. وكانت بالصدفة؟ لا والله يعني كنت بصور في أخوي الصغير. إنه قلت له تعال اكشح السماد عشان أطلع صورة من فأخوي حاول مرتين ما ظبطت معه، أبوي قال لي تعال صورني أنا. فمشيت شلت التلفون أهو، بعد محاولات الصورة ظبطت. الصورة جميلة. دي في كسلة؟ في حلفة جديدة بغرية 8. طيب ليه ما فكرت انه يعني تعمل معرض براك يعني؟ والله لسه عندي الفكره، لكن لسه يعني ضاير احضر لحاجه تكون حاجه ظابطه يعني، ما حاجه زول ساي معرض ساي كده. لكن قاعدين نعمل معارض يعني. عملنا معرضين قبل كده هنا في السودان. عندنا فكره معرض ثالث برضه. في الجامعه ما شاركت او ما عملت معرض؟ لا. بالذات في الايام الثقافيه وكذا يعني ما عملت، ما شاركت. الزول لما الشاعر يعني في حاجة معينة بتلهمه عشان يكتب، والرسام برضه في نفس الوقت والمصور برضه. أنت بلهمك شنو؟ والله بس يعني قلت لك النظرة يعني إنه أنا أشوف الحاجة دي دايرة أصور. أو مرات بمشي عشان أصور الحاجة. فكده منظر يكون ماشي في الشارع، ممكن أنزل من المواصلات عشان أصور صورة معينة وأمشي. كده. يعني ما في حاجة معينة يعني، مثلا في ناس بيحبوا صور الغروب أو الشروق أو يعني، لا أنت ما عندك الحاجة دي؟ لا يعني ما شديد. هو بس قلت لك اللاندسكيب، حياة الشارع السودان، الملامح يعني كده. طيب أنت طلعت قلت 9 ولايات. أيوه. صح؟ بالنسبة لك أنت شايف مساحة الحرية والإبداع والجمال، أنت لما مشيت صورت في الولايات ولا هنا جوا الخرطوم برضه في في أماكن كثيرة؟ في كثير هنا في الخرطوم، لكن ما زي الولايات. في الولايات ممكن تلقى حرية شوية كده إنه تقدر تصور أو كده، لكن هنا شوية صعبة كده. يعني بالنسبة لك يعني الجماليات أكثر على الطبيعة كانت من إنك أنت هنا. أيوة. بعدين محكوم يعني بحياة زي المدينة وكده. زي الخرطوم هنا الصورة كثير، الناس كثير بتصور يعني، لما تمشي برا بتصور حاجة ما في زول، ما ناس كثيرة مشت صورتها. بتجيب حاجة جديدة لناس ما عارفينها وما شايفينها قبل. جميل. طيب بالنسبة لمصعب يعني، هو مصعب سافر 9 ولايات أو مصعب بيحب إنه يوثق للحياة السودانية، بالتأكيد هو في هدف كبير خلي مصعب إنه يمشي الخطوات دي يعني، شنو هو الهدف؟ قلت لك إنه يعني الزول يقدر يظهر نفسه ويطور من نفسه عشان يقدر ذاته يشارك في
منصات عالمية في قدر يعني كده. هتجيب بس على فكرة التصوير الفوتوغرافي ولا لا؟ انت ممكن تتطور يعني، ما انت مثلا حسنا لما تمشي ولاية وتصور يعني حياة يعني الحياة في الولاية عموما، والحاجة بتميز الحياة في الولاية كصورة فوتوغرافية، لكن كفيديو كفيلم ككده يعني بتكون بتشتغلهم الاثنين يعني. الفيديو ذاته بعمله مرات كفلوج يعني، انه مشيت الحتة دي وعملت كده وسويت كده يعني، بكون مصاحب للصورة. الصورة عشان تمشي سريع، الفيديو بيكون خاتيه لحاجة معينة تقدر تعمله. طيب تتفق معي انه الصورة حسة حاليا قادرة انها تخاطب اي زول، بعدين كل زول قادر يشوفها بحاجة معينة وقادرة تحل مشكلات كثيرة فعلا. دي برضو ممكن تكون هدف بالنسبة لك، انك تشتغل على السلام، تشتغل على تشتغل على حاجات كثيرة ومشاكل كثيرة انت شايفها، لكن بالحاجة اللي انت شاطر فيها اللي هي ممكن تكون التصوير. ايوه فعلا. احكي لنا اكثر عن 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 الصورة اللي فازت يعني، انت هل انت يعني محب انك تمشي المولد في كل سنة؟ كل سنة بمشي، ما قاعد افوت من بداية الزفة للختام بتاع المولد. كل يوم بمشي عشان كل يوم بشوف لقطة جديدة وكل يوم بصور صورة جديدة. ارتباطك بس عشان الصورة يعني، ولا عشان ارتباطك بالمكان ذاته يعني بالمولد يعني، انه تبقى فيه سودان مصغر يعني وروحاني كل الناس قاعدة. بيبقى ياتو انت بتمشي عشان ياتو حادث عشان الاثنين عشان المكان وعشان الروح في المكان وعشان طيب الصوره قلت لي في 2020 21، في 2021 اخذتها، في 22 مشيت المولد. مشيت المولد. طيب في يعني كل زول مثلا بتكون عنده مرات بيحتفظ بصور معينه، بحس ان دي لا دي حتكون عندها قصه معينه. انت النوع اللي برضه بيحتفظ بصور او عندك صور مميزه كده بتحس انها دي الاقرب اليك زي ما بقوله؟ صور كثيره، لكن زي ما قلت لك اغلبيه الداتا بتاعتي ضاعت. طيب يا مزعب، دايما بنلقى انه مثلا المصورين في بعضهم بيكونوا متواصلين، قادرين انهم يخشوا في بعض، قادرين يتعاملوا مع بعض، يدعموا بعض مثلا حتى في فكره الصوره كده. انت حاسس الحاجه دي ممكن تضيف لك شنو يعني؟ والله يعني بتضيف كثير، انه كونه تلاقي ناس معاك في نفس المجال بتتناقشوا في حاجات، بتتكلموا في حاجات جديده، بتعرف من ده حاجه من ده، بتعرف معلومه من ده كده، بتجمع داتا كويسه من الناس وتكونوا ماشي. برضو لما تاخذ الصوره يعني اول زول ممكن تكون تاخذ رايه منه؟ والله اغلبيه الصور اللي قاعد اخليها يعني ما قاعد باحساسه كل بيكون الاقوى، بكون بس قاعد بعيلها قدامي بشوف هدايره شنو بعمل شنو بعد ذاك دائما يا مصعب يعني اي زول يعني لما يجيب ده حاجه بيكون عنده زي ما بقولوا رفيق بالنسبه له يعني، بيسنده وبيساعده لو جاته احساس بتاع انه هو داير يوقف بيقوم بيستمر كده. انا عايزاك يعني، انا الكلام ده كله عشان تقول احمد يعني، لكن ما قدرت اقول احمد يعني لا كتار شديد احمد محمد احمد كتار ممكن نسمع احساسهم كان كيف انت لما فزت؟ والله قلت لك انه يعني انا فزت هم يعني احساسهم اقوى منك انا حاسه هم يعني قال زي الفازهم يعني ورغم يعني انهم كلكم انتم مصورين يعني ايوه اي، لكن احساس انه واحد من اصحابهم انه فاز وكذا صح؟ اي كل واحد مننا يعني لما كان بيفوز بمسابقه انه بس نحن يعني هو فاز، نحن كلنا باعتبارنا فزنا معه يعني، ما شرط انه يكون فاز كده يعني نكون نحن عندنا منه حساسيه او هو احسن مننا وكده. احسسك انه كلهم واحد يعني، هم زي الفازوا بتاع يعني حابب تدعم ذاته لقدام انه برضه تواصل صح. لكن برضه انك انت لا لما تفوز في مهرجان كبير زي ده وفيه اسماء كبيره جدا، وممكن يكون كانوا معك يعني ناس يعني ممكن تكون اسماء الناس بتعرفها يعني، انت ممكن تكون مصعب ما بتصهر حاجاتك بشكل كثير، الحاجه دي ممكن تكون بالنسبه لك مسؤوليه صح يعني، تكون خدت في عاتقك مسؤوليه اكبر عشان يعني ذات، وانه الزول ثاني يكون يعني المستوى بتاعه اعلى من انه يشوف الحاجه بطريقه معينه. جميل. طيب يعني اول حاجه يعني الزول اللي بالصدفه لقيته وبالصدفه طلع موبايله ظريف وخليتك خلاك تصور يعني، انا عايزاك تشكره يعني، زاد لو لميت فيه حاسه ثاني عندي جزء من القروش بالمناسبه. قاعد متواصل معي يوم الفزت في المسابقه برضه كان متواصل معي له تحيه من هنا شديد يعني. طيب دي مساحه اخيره لو عايز تشكر فيها اي زول. الله يعافيك، شكرا اول حاجه للوالد والوالده ولكل الاهل في القريه 8 ول
أصحاب المصورين ولا أي زول بيعرف مصعب إدريس.